عليكم ورحمة الله الحمد وبركاته، لله. ازيك يا حبايبي؟ عاملين قالت ايه؟ النهاردة الموضة عند عم ب 25 شوقي جنيه عنده، يا نتفرج بلاش. بقى على القماش الموجود عنده. حلوة اوي الستانات دي، 25 جنيه. ده كله فين؟ عند عم شوقي. الواناتها كتير، كل الالوانات موجودة عندك؟ كل الالوانات بقى ب 25 جنيه. اي حاجة النهاردة ب 25. الوانات والستاير، والستاير اللي عندك دي بكام؟ حلوين. اللي هما بيقلبوا الحتة بجنيه ونص. الحتة بجنيه ونص. طب وريني حتتين كده. حاجات زي كده المتر بجنيه ونص. المتر، المتر بجنيه، الحته تصورينا وتنزلينا على ال بجنيه ونص الحته. حلوه قوي دي بجنيه ونص. شايف الحته مقاسها قد ايه؟ بصراحه حلوه، يعني ممكن تمشي معاكي ستاره، ممكن تشكلي بها ملايات على فكره، ممكن تدخليها في ملايات. امال الاسود ده ايه؟ ده ايه؟ فسكوز. هو كام المتر من ده؟ هنا المتر ب 25. المتر ب 25. هنا بقى كريب وحاجات كده. بكام المتر؟ ب 25. افرز البني دي كده. ده فسكوز ب 15. الفسكوز ده ب 15. عشان في غلطه بقى. ده ب 15. حلو قوي ده، يعني عندك تشكيله النهارده حلوه بصراحه. ماشي ماشي. ده بكام؟ ده ب 20. ده لكرة، لكرة ب 20. طب افرد لي كم حتة من الستانات دي اللي قلت رمودها، الألوانات مختلفة. ده بكام؟ ده ب 25 برضه. ده ب 25. ده كله فين؟ عند عم شاور زون. في زون؟ خمسة في زون. لا انت شاو. ايوه بس كده عشان انت تاخد ترند. لا اسمه بنكتب عم شاور. يلا تعالي رواه، امسكي بقى حتة الستارة اللي انت بتنقيها دي. الحتة بجنيه. بجنيه انت امسكي، قولي بجنيه. ماشي، دي بجنيه الحتة. افرد لي كام حتة من الفاتحين دول كده؟ الارطموطة كان عنده ب 25 جنيه، كان عنده حتة ستاير كانت بجنيه ونص. طبعا البنوتة دي حبت تتصور فانا صورتها، هي كانت عاوزة تتصور فرحنا صورناها. مسكت بقى الستاير كده تقول لك بجنيه ونص، بجنيه ونص بس شريحة، يعني بالحتة، الحتة كبيرة حتة صغيرة، بس بصراحة حلو. واختي واخدة الشريطة دي بجنيه. طيب يبقى أربعة. ماشي، هي كلها أربعة ليه؟ مش ثلاثة هم. حلو، اللي عنده ستانات النهاردة ب 25 جنيه. جميلة بصراحة، عنده تشكيل الستانات جميلة. حتى بقى تنقي حتة بجنيه. لا دي جنيه. خلاص بقى والله. دي حتت ستاير اهي بجنيه، بجنيه ونص، بجنيه ونص. حتت ستاير بجنيه ونص. اهي بجنيه ونص الحتة. تشكلي ممكن تعمل تدخليها في الملايات على فكرة. خد يا بجنيه ونص اهي. خدي جميلة. ودي اسود، شايفه الاسود بتاعها؟ تبقى تخش في ملايه، تبقى على الملايه حلوه بصراحه. قماش الستان اللي هو ارترا موضه اللي هو اللي عنده ده، كان عنده جميع الالوانات، بس كان عنده اللبني والليموني. كانت المتر ب 25 جنيه. بصراحه كان عنده تشكيله قماش حلوه زي ما انتم شايفين كده. الستار بقى اللي هي اي حته كانت بجنيه ونص دي، يعني الحته تيجي يعني حلوه مش وحشه، ممكن تشكلها اي حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.